هتوجه لهم رسالة. أوكي يلا نبتدي بالصورة الأولى أو الشخصية الأولى اللي معانا. هيفكرك بزمن جميل جداً. سعيد صالح. طبعاً. تقولي له إيه برسالة؟ الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبي يا سعيد، أحسن أخلاق شفتها. الله يرحمك يا حبيبي. أنا يرحمك. الشخصية التالية. يونس شلبي. جميل جميل يا يونس، بكلامك بطبتك بضحكتك الحلوة. عمركم ما هتروحوا من ذاكرتي ولا من خيالي أبداً، والأيام الحلوة اللي قضيناها مع بعض.